اتجهت الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتخفيف إجراءات الحظر المنزلي والسماح لغالبية القطاعات التجارية باستئناف أعمالها، فما هي الحيثيات والمؤشرات التي تبعث من وراء ذلك؟ نتابع التقرير التالي ونعود لنقاش الموضوع. الضغوط الكبيرة التي يواجهها السوريون وخاصة الصحية والاقتصادية منها، والتي بلغت كلتاها من الخطر ما يكفي لينذر بكارثة إنسانية ولتحث الحكومة السورية على التحرك سريعاً. يبقى السؤال، في أي اتجاه ينبغي على الحكومة أن تتحرك؟ ففي خيارها لفرض إجراءات العزل من أجل احتواء فيروس كورونا بعد الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد، لم تمر سوى عدة أيام حتى أصبح احتضار الواقع الاقتصادي المزري للمواطن السوري سيرة على كل لسان في الصحافة والإعلام. هنا تريثت الحكومة دون حراك مجدي لحل هذه المعضلة، وانتظرت حتى استقر عدد حالات الإصابة الذي تفصحه عنه عبر وزارة صحتها في كل مرة، فذهبت إلى حل آخر، ألا وهو الرفع التدريجي لإجراءات العزل الصحي التي فرضتها على البلاد. فمع بداية شهر رمضان أصبح الحظر الكلي للتجوال حظراً جزئياً يبدأ من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 6:00 صباحاً، بينما يسمح لجميع المهن التجارية والخدمية بالعودة إلى العمل بحسب برنامج موزع فيما بينها على أيام الأسبوع بين الساعة 8:00 صباحاً حتى 3:00 بعد الظهر. لكن لم تدم نعمة العودة طويلاً، فمن جديد أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 47 حالة. إذن أين يكمن الحل الوسط بين هاتين المصيبتين؟ حيث عدد الإصابات يرتفع من جهة، فيما لو تمت خطوات رفع إجراءات الحظر، بينما رقم 8 مليون سوري المعانين من انعدام الأمن الغذائي يرتفع في حال استمرار الحظر. هذا فيما يبقى الوضع مختلفاً في مناطق الإدارة الذاتية بالشمال السوري، التي وعلى الرغم من أن معاناتها في شح المستلزمات الصحية تجمعها في هذه الخاصية مع باقي المناطق السورية، إلا أن إجراءات الوقاية فيها كانت أنجع إلى حد ما، إذ أن طوال فترة الحظر لم يتم الإعلان إلا عن 3 حالات إصابة بالفيروس، مما دفع بالإدارة إلى البدء بالرفع الجزئي للحظر دون أن تعرف العواقب بعد. معنا الآن من دمشق الناشط المدني محمد المصري. أستاذ محمد، مرحبا بك. على أي أساس تخفف إجراءات الحظر المنزلي في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة؟ مساء الخير جميعا لكل السوريين بكل الجغرافيا السورية. بالبداية انتهاء من تقريركم، إذا بنرجع بس بنسترجع الإجراءات الحكومية اللي هي بلشت بمنتصف شهر آذار، اللي كانت اقتصرت على تخفيض عدد العاملين بالقطاع الحكومي وتوقيف العملية التعليمية سواء بالمدارس أو الجامعات، وصولا لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية حتى صار فرض حظر تجوال من الساعة 6:00 مساء للساعة 6:00 صباحا. مثل ما ذكرتوا ببداية رمضان صار في تخفيف لهي الإجراءات اللي كانت عم تتحول ل ليكون في عنا استبدال الحظر من الساعة 6:00 مساء ليكون للساعة 7:30 مساء. صديقي، كان الحالة السورية هي ما قبل كورونا. نحن أمام اقتصاد هش، أمام اليوم اقتصاد عانى من عقوبات اقتصادية أحادية جانب، وكان أثر كتير كبير على الاقتصاد السوري أو المجتمع بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص. حالات اللي عم تكون هي بانهيار سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، كمان هي عم تعمل تآكل لراتب المواطن السوري وعم تزيد الأسعار بهذا الموضوع. الفساد المستشري وعمليات التهريب وشفناها بالمؤخرا، اللي هي كمان عم تكون عبء جديد وعبء مستمر على المواطن السوري. انخفاض المساعدات الدولية عبر منظمات الأمم المتحدة كمان بالسنوات الأخيرة كانت عم تساهم بنقص الوارد اللي عم يكون هو للعيال الهشة أو اللي كانت مستفيدة من هذا الموضوع. فنحن أمام حالتين، مثل ما كان عنوان تقريركم، أنه
سوريا الإجراءات الحكومية بين سندان كورونا ومطرقة الأزمة الاقتصادية. طيب. الواقع هو هذا ما فينا نبعد عنه، في عندنا أزمة اقتصادية وفي عندنا بالمقابل جائحة كورونا اللي هي منتشرة عالمية. طيب، في ارتفاع الأسعار الجنوني كيف أثر على القدرة الشرائية؟ يعني هذا الموضوع ما نو جديد اليوم على المواطن السوري، سواء من بداية سنوات الحرب وصولا اليوم نحن موجودين فيه عم نتكلم حاليا. الارتفاع حكينا بلقاء سابق بمداخلة سابقة حكينا انه اليوم المواطن السوري كان في دراسات بتحكي على 8 مليون مواطن هن ما عندهم امن اقتصادي ينعموا او ينعموا بامن اقتصادي. اليوم تقارير برنامج غذاء العالمي بتشير انه سوريا هي خامس اكبر ازمة غذاء عالمية، وصل عدد الاشخاص غير الامنين ل 8 مليون وهذا الرقم هو ب 2019. هي الازمة عم تتفاقم بحدث الارتفاع الكبير وهي ما قبل جائحة كورونا. اليوم مؤشرات تكاليف المعيشة بسوريا عم تروح باتجاه انه خلال 3 شهور اللي كنا نحن موجودين فيهم ببداية 2020 كان في عنا ارتفاع بنسبة 56% من خلال اشهر 3. اليوم هي الارتفاع كانت على قطاع الخضار والفواكه واللحوم والبيض والاجبان. بالمقابل نحن عم نكون قدام مواطن الدخل الشهري تبعه اذا بنقول على القطاع الحكومي او القطاع الخاص بافضل احواله ما يقارب ال70 ل80 الف ليره وصولا ل100 الف ليره، وهي بحالات جدا جيده. تفضل. فيما يخص كورونا، هل نتوقع مزيد من التخفيف للاجراءات المفروضه في الفتره المقبله؟ بصراحة اليوم ما بعتقد هذا الموضوع. اليوم كان بداية الموضوع كان إجراءات الحكومة جدا ناجحة باتجاه استوعاب هذا الموضوع، باتجاه أنه التخفيف من حالة التقارب الاجتماعي، وبس وقت نوصل لأنه القرارات اللي كانت موجودة مبارح المسويات كان عم يقول قرار إلغاء حظر التنقل المفروض بين المحافظات حددوه بين الفترة 19 و30 الشهر، ولكن كان في كتير تنويه انه احتمال اللجوء الى حظر تجوال تام، وهذا الشيء هو برهن التغييرات المتعلقة بالفيروس، وشفنا حالة الانتشار اقليميا وعالميا بالايام الاخيرة لانتشار هي الجائحة. ما بعتقد التخفيف حيكون اكثر، لانه اليوم في عنا نحن اليوم في عنا استمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية والأفراح والتعازي، كان في عنا استمرار بإغلاق المقاهي والمطاعم، ولكن اليوم كانت العفو للمقاطعة أستاذ محمد إقامة الصلاة في المسجد الأموي في دمشق، ما المؤشرات من ذلك؟ ما أنا المؤشر هو فينا ناخده كمسجد أموي أو أي مسجد آخر. اليوم شفنا صور جدا بتدل على حالة من المسؤولية وحالة من الوعي الاجتماعي جدا جيدة، طبعا بالأسبوع الماضي بصلاة الجمعة اللي كانت بالأسبوع الماضي أو اليوم شفنا حالة تنظيم، حالة وضع كمامات، حالة وضع كفوف، حالة تعقيم عند الدخول للمسجد، شفنا حالة تباعد بين المصلين. في صورة نقول صورة جيدة ومثالية للحالة اللي هي فرضت انه في نسبة كتير كبيرة بمجتمعنا في عندها التزام روحي باتجاه انه يكون في عنا اقامة صلاة او شعائر دينية سواء بالكنيسة او سواء بالجامع او اي مكان اخر. نتمنى ما هي هي الرمزية او التفسير انه ممكن يعطي دلالة انه ليش هذا الموضوع. نتمنى السلام لجميع أهلنا السوريين. شكرا جزيلا لك من دمشق الناشط المدني محمد المصري. الآن ننتقل المشاهدين الكرام إلى منطقة شمال وشرق سوريا كي نتقصى الصورة مع هذي مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية وعضو في خلية الأزمة المشكلة من قبل الإدارة. سيدة هذي، مرحبا بك على شاشة اليوم. لو سألتك في البداية عن المؤشرات والرسائل التي تبعث من تخفيف إجراءات الحظر في شمال وشرق سوريا، تمديد عدد الساعات المسموح بها في التجول واستئناف جميع القطاعات التجارية باستئناف أعمالها، ما الرسائل من ذلك؟ بداية مرحبا بكم ومشاهدينكم الأعزاء. طبعا تم حظر تجوال، اتخذ عدة قرارات وفرض حظر تجوال لفترات طويلة
لكن بعد متابعة خلية الأزمة للأوضاع العالمية والدول الإقليمية المحيطة بنا المجاورة ولضرورات ظروف الحياة ومتطلبات الحياة، كان لابد لنا من تخفيف حظر التجوال وإصدار قرارات جديدة، بعد أن يعني علمنا بأن المواطنين أيضا في شمال وشرق سوريا أصبح لديهم وعي صحي وأصبح لديهم يعني عرفوا ماهية المرض وخطورة فيروس كورونا، وبدأوا من ذات أنفسهم يطبقون يعني قرارات التباعد الاجتماعي والشروط التي تصدرها هيئة الصحة. وأعيد وأكرر يعني ظروف الحياة ومتطلبات الحياة فرضت علينا هذا الشيء، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يدبر قوت يومه. نعم. هل وضعتم بالحسبان إمكانية حدوث تجمعات أو اكتظاظات خلال فترة العيد؟ طبعا وضعنا بالحسبان، ونعيد ونكرر ألا تكون هناك تجمعات كبيرة، أن يعني يطبقوا قرارات التباعد الاجتماعي، أن يخففوا من الزيارات، أن يخففوا من التسوق قدر الإمكان. يعني هناك تخوف بصدد الازدحام الذي يحدث أيام العيد و يعني خطورة الأيام العيد طبعا. نعم. طيب، بقيت مسألة المعابر، ومن يود من الأهالي العودة إلى منطقة شمال وشرق سوريا؟ يعني خلية الأزمة يوميا باجتماعات، يوميا بصدد إصدار قرارات. حاليا المعابر مغلقة، وربما في الأيام القادمة قبل أيام العيد يتم يعني ربما السماح للعالقين في الطرفين بتبادل الأناس هذول للذهاب وعودة مواطني شمال وشرق سوريا إلى مناطقهم. طيب، سؤال أخير. طبعا بعد خضوعهم لإجراءات الفحص الطبي ودخولهم الحجر الصحي. الحجر مدة كم يوم؟ مدة 14 يوم. هذا القرار ساري حاليا لحد الآن على معابرنا. طيب، ختاما، هل عملية التخفيف تتم بشكل تدريجي أم الأمر مرتبط بمنتصف شهر رمضان وحتى فترة العيد؟ يعني لا، بشكل تدريجي تم عملية تخفيف الحظر بعد يعني أن يدرك المواطن الأهالي موضوع خطورة الفيروس ولماذا حصل بشكل تدريجي، وحسب يعني متابعتنا للوضع الاجتماعي. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من الشمال السوري. هيفي مصطفى، الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية. بعد الفاصل، الأزمة السورية ومعطيات انتهائها.